اهلا بحضراتكم. من الحاجات اللي بتسعدني وتفرحني قوي لما اقول لك يلا بينا نشد الرحال، عندنا حلقه، عندنا تصوير خارجي، بس الصرح جديد بيتبني، فببقى رايح اقول يا رب الاقي كده في حاجه ايه بدات تطلع، في حاجه بدات تزرع، في حاجه بدات تبان، ببقى فرحان يعني. لكنه في الحلقه دي اول ما دخلت المكان انا اتخضيت، جات لي خضه يعني. لا ده المكان بسم الله ما شاء الله خلصان بشياكة، بجمال، بحلاوة، بمتعة، بكل حاجة جميلة. الماء والخضرة والوجه الحسن. الوجه الحسن المصريين اللي شيدوا المباني دي وشيدوا الانشاءات دي في وقت وجيز جدا بكواليتي عالي قوي، بجودة غير عادية. دول المصريين الوجه الحسن، الابيض الاسمر بكل الوانه بكل طباعه بكل طاقته بكل حيويته. الماء والخضرة، احنا في عز الصحراء، احنا في العاصمة الادارية، كانت رمل لحد اشهر قليلة ماضية، لكن الان بتنبض بالحياة. الحياة اكتر بتكون موجودة هنا، لان انا بكلمك من المدينة الرياضية. المدينة الرياضية اللي على مساحة 92.5 فدان، اللي فيها كل حاجة هتستمتع بيها معانا النهاردة في الزيارة. فيها ملاعب كرة القدم، فيها واحدة من أكبر الصالات لكرة اليد، فيها مجمعات الاسكواش، فيها مجمعات حمام السباحة، الجمباز، الجيمنيزيوم، الملاعب الكبيرة، الملاعب الصغيرة، الملاعب المفتوحة، المدرجات، كل حاجة موجودة. نقلة تانية خالص لبلدنا. خلي بالك مش دي المنشأة الرياضية الوحيدة اللي موجودة هنا، لا ده لسه في قرية أولمبية هتجنن الناس بعد أشهر قليلة، مش بعد سنوات. في حركة مش طبيعية من ساعة ما هتدخل وبتدخل المدينة أو العاصمة الإدارية الجديدة، بتحس إنك في مصر تانية خالص، بتحس إنك في بلد تانية خالص، بتحس إن في كل ثانية وفي كل لحظة في إنجاز جديد محطوط موجود على أرض الواقع. خلينا نبدأ الجولة ونشوف ونحكي، والصوت والصورة هم هيبقوا خير دليل على هذا الإنجاز الكبير. بينا نبدأ الزيارة، بينا نبدأ الرحلة، بينا نشوف حجم الإنجاز. أنا في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة. لو سألت أي بني آدم الصالة دي كانت ممكن بالفعل تستقبل كأس العالم كرة اليد، كان يقول لك مستحيل. لكن المستحيل بقى حقيقة وحصل. والصالة الكبيرة دي استقبلت كأس العالم لكرة اليد، كانت في مجموعة من المجموعات شغالة فيها، وعدد كبير جدا من المباريات أقيمت في هذه الصالة. لما حضراتكم هتيجوا معايا وهتبصوا على الصالة دي وهتيجوا معايا كلكم دلوقتي، لأن هوصلكم وهعرفكم وهوريكم كل اللي حصل وكل اللي بيحصل من معجزات حقيقيه على ارض الواقع موجوده هنا في العاصمه الاداريه اللي الناس كانت بتعتقد انها صحراء. لا دي عمار وعمار 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 يا مصر يعني الحقيقه. خليني ارحب بالمدير التنفيذي للمدينه الرياضيه هنا بالعاصمة الإدارية دكتور وسام الغامري. دكتور صباح الفل، زي حضرتك مشرفنا وكل إيه؟ فريق العمل مشرفنا فعلا. ليه الشرف. الحمد لله. هل كنت تتوقع أنه بالفعل الصالة دي تنظم كأس العالم كرة اليد؟ أنا لما كنت بسمع كنت أقول يعني بيحمسوا الناس وكده. أنت كراجل مدير تنفيذي للمدينة الرياضية دي كنت متخيل ده ممكن يحصل؟ أنا اتكلفت من معالي الوزير أن أنا أكون مدير تنفيذي للنادي هنا في نفس التوقيت بتاع كأس العالم. وبصراحة في أول زيارة ليا وأنا جاي هنا المكان
كنت متوقع زي ما حضرتك بتقول كده، هو التوقع عند الناس كلها ان العاصمه الاداريه ممكن تبقى صحراء، ممكن اجي الاقي الصاله بس في وسط الصحراء. صحيح. ممكن الاقي، انما انا جيت فوجئت بالمكان، فوجئت بالعاصمه الاداريه بالكامل، فوجئت بالنادي اللي احنا موجودين فيه اللي جواه الصاله المغطاه، فوجئت بامكانيات الصاله المغطاه. وبصراحه انا يعني شرف كبير ليا تكليفي من معالي الوزير ان انا اكون مدير تنفيذي لصرح كبير، فخر لينا وفخر للرياضه المصريه في اللي جاي كله وكل الرياضيين المصريين. اسهرك توصف لي يعني، احكي لي بقى وصف لي المكان والساعه والدنيا عامله ازاي، عشان انا عايز انقل صوره كامله. يمكن الناس اتفرجت على ماتشات البطوله لكن ما اتفرجتش على التفاصيل، احنا النهارده نديهم التفاصيل او الكواليس. احنا هنا حضرتك الصاله المغطاه بالعاصمه الاداريه الجديده، حضرتك عارف العاصمه الاداريه الجديده كلها مبنيه على السمارت سيستم. نعم. ان كل حاجه تبقى ذكيه، فكان مطلوب هنا في الصاله وفي الاربع صالات اللي نظموا كاس العالم للهاندبول ان يبقى فيها اعلى تقنيه موجوده في العالم لدلوقتي والبعدين. نعم. وده اللي حصل، احنا هنا عندنا في الصاله صاله مجهزه اعلى حاجه ممكن تكون موجوده. انا عايز اقول لحضرتك احنا امبارح بس كان عندنا وفد من الاتحاد الدولي لكره السله ومن الام بي اي، وكانوا بيعينوا كل تفصيله موجوده في الصاله. الفيدباك اللي خارج من عندهم ان في صالات موجوده بيتلعب عليها مباريات للان بي اي ما فيهاش الامكانيات اللي موجوده في الصاله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. نعم. ده باعترافهم هم. الصاله هنا هو تفندم ساعتها 7500 كرسي. موجود فيها جزء مهم جدا لاستقبال كبار الزوار. نعم. في اي بي موجود فيها جزء لغرف اللاعبين، وغرف اللاعبين عندنا نوت يعني مش مجرد غرف لاعبين عاديه، حاجه تحفه، حاجه يعني قويه جدا زي ما حضراتكم شايفين. عندنا اربع غرف للاعبين، ودول بيبقوا اربع غرف لان بيبقى في فريقين جوه الملعب بيلعبوا. نعم. وفي فريقين بيستعدوا، فدوت الاستعدادات بتاعتهم. عندنا غرفتين تحكيم مجهزين على اعلى مستوى. نعم. لغرفه للرجال وغرفه للسيدات. عندنا بقى الاماكن بقى بتاعه الصحفيين والاعلاميين والتغطيه الاعلاميه قويه جدا. عندنا غرفه عندنا غرفة للترجمة بكل اللغات اللي بتبقى مطلوبة، يعني كل واحد يبقى قاعد في غرفة مقفولة عليه بيعلق على الماتش بلغته، مفيش أي دوشة ولا أي تداخل. نعم. ولا أي حاجة، كل واحد مخصص له المكان بتاعه، المكان بتاع المؤتمر الصحفي. نعم. للصحفيين برضو مزود بغرف ترجمة، مزود لأي عدد من الدول. ممكن يكون عندنا أكبر بطولة في العالم ممكن تتعمل في أي صالة مغطاة، إحنا جاهزين إنها تتعمل هنا. الصالة المغطاة هنا مجهزة بكاميرات الفار، الفيديو ريبلاي للألعاب اللي بتحتاج الفيديو ريبلاي. هسأل حضرتك ايه الكاميرات اللي موجوده دي بالظبط؟ دي كاميرات الفار، دي الصاله متاسسه بيها. فار منه فيه آه. في صالات كتير في الدنيا. عندنا كام كاميرا دي؟ واحد عندنا بيبقى خمسه، ثلاثه من على الجنب واثنين ورا، واحده كل واحده ورا ورا اهي، واحده ورا الجون التاني. واحده ورا الجون التاني اهي. بالظبط كده، مش محتاج حاجه. في صالات تانية كتير بتبقى لما يحتاجوا تقنيه الفار بيجيبوه بس متحرك. مظبوط. مش بيبقى متاسس في الصاله. هنا ده متاسس في الصاله بالكنترول سيستم من اي مكان نقدر نعمل كنترول الصاله. عندنا الصاله ان هو فيها الشاشه ال 4K اللي هي من الاربع جوانب تقدر تغطي الصاله وتعرض عليها كل حاجه، تعرض عليها فيديوهات، تعرض عليها النتائج، تعرض عليها اسامي اللعيبه، يتعرض عليها فيديو ريبلاي اللي بيتعمل على كاميرات الفاي كونكتد بيها. الساوند سيستم هنا في الصاله من اقوى التقنيات اللي موجوده. الكشافات والاضاءه اللي موجوده في الصاله جاهزه انها تتعمل ب 15 ليفل مختلف. فالصاله 15 ليفل مختلف، وتقدر تعمل حفلات. حضرتك عارف الاضاءات اللي هي زي الليزر، حاجات بتنور وحاجات بتفتح وكده، فيها التقنيه ديت في الشاشات الاساسيه، الكشافات الاساسيه اللي موجوده في الصاله. الصاله هنا مزوده باربع كافيتريات كبيره لخدمه الجمهور. عند كل كورنر بيبقى فيه كافيتيريا خلف تحت المدرجات. بالنسبه اربع كافيتريات لخدمه الجمهور، كنتوا زعلانين انه البطوله كانت من غير جمهور؟ كان نفسكم الجمهور يحضر؟ طبعا يعني طبعا، بس طبعا القرار ده قرار سليم. لا انا بتكلم طبعا 100%. سليم بنسبه 100%. بس احنا نفسنا يبقى في جمهور. خلي بال حضرتك احنا كنا بنستعد ان احنا نستقبل جمهور. أيوة صحيح. قبل البطوله باسبوعين طلع القرار، وكان في معانا شركه تذكرتي كانت بتجهز كل الامكانيات وكل معدات لدخول الجمهور بالسيستم السمارت اللي مزود هنا في النادي. ان مفيش حد بيدخل الا من الجيت بتاعته، اي جيت تانية مش هتتفتح له بالتذكره اللي كان هيدخل بيها. دكتور وسام، بالحاجات اللي عجبتني قوي الديكورات نفسها، يعني الصور معموله بشكل حلو، المقاعد معموله بشكل جميل، بس انا بقلق الحقيقه من الصيانات. طبعا. يعني ببقى خايف شويه انه انت بتعمل حاجه محترمه جدا وبعد كده بتيجي موضوع الصيانه بننسى، بنهمل، بنكسل، بتبقى عامل صرح كبير جدا وبعد شويه ما بيحصلش. الصيانه ماشيه ازاي؟ طب احنا اول حاجه احنا طبعا مستلمين من القوات المسلحه.
تمام مسلمين القوات المسلحه. هو سلمك على سنجت 10 حاجه يعني على يعني حضرتك بقى حضرتك الاول بتتكلم على الديزاين اساسا المبنى وهو بيتعمل الديزاين اللي معمول دوت ده معمول عشان كان كاس العالم للهاندبول. الناس اللي كانوا موجودين بكره امبارح بتوع الباسكت كره السله كانوا بيرفعوا نفس المقاسات علشان يشوفوا هم هيعملوا البراند بتاعهم عامل ازاي والديزاين بتاعهم عامل ازاي في بطوله كره السله. فتصميم الصاله ما اتعملش ان هو بس كراسي وغرف تغيير لا ده اتعمل الاماكن كمان اللي ممكن تتيح للناس ان هم يعملوا الديزاين بتاعهم فيطلعوا شكل بطولتهم بشكل كويس جدا. اما بالنسبه لموضوع الصيانه فاحنا الحمد لله عندنا زي ما حضرتك عارف بيبقى في سنه اول سنه بتبقى مع الشركات المنشئه لكل المباني وكل الصالات اللي عندنا هنا في النادي تمام. واحنا تعاقدنا كوزاره الشباب والرياضه مع شركات كبيره للصيانه وبالتعاون مع نفس الشركات اللي كانت بانيه الصالات علشان اهم حاجه زي حضرتك بتقول عشان نحافظ على المكان جديد طول الوقت الصيانه والمحافظه عليه والاهتمام بكل التفاصيل الصغيره والكبيره. طيب بعد كاس العالم لكره اليد اكيد في احداث ثانيه استضفتوها او هتستضيفوها، يا ريت برضو توصل للناس الاحداث اللي استضفتوها او اللي هتستضيفوها بعد كده. تمام احنا طبعا لما نيجي نتكلم على المكان هنا احنا هنا في نادي النادي دوت سلسله من انديه ذا كلوب تمام اللي موجوده تابع لوزاره الشباب والرياضه. هي فكره جديده معموله للوزاره ان الوزاره تبقى مسؤوله عن انديه وهي تديرها تمام. والاداره عندنا ان هو ما بتبقاش اداره من الوزاره، الوزاره بتبقى الاشراف على الاداره لكن الاداره بتبقى شركات خدمات رياضيه خاصه ليه؟ لضمان اعلى كواليتي واعلى خدمه موجوده تمام. واللي مطلوب منهم الحاجات اللي احنا هنطلبها منهم سواء في الخدمات اللي هتتقدم في التدريبات، الخدمات اللي هتتقدم في التعليم، الخدمات اللي هتتقدم في النشاط الاجتماعي والنشاط الثقافي، الخدمات اللي هتتقدم سواء الكافيتريات وكل الخدمات المتاحه للاعضاء هنبقى طالبينها من شركات خدمات الرياضيه عشان يعملوها بشكل قوي وبشكل زي ما احنا طالبين وزي ما الاعضاء هيبقوا طالبين. فاحنا هنا جوه النادي تمام. فاحنا هدفنا ان احنا نستضيف بطولات لكن الهدف الاولاني هو العضويات، ان احنا هيبقى عندنا اعضاء، هيبقى عندنا الامكانيات جوه النادي ان احنا الصالات مجهزه للتعليم الولد اي رياضه لغايه لما يوصل لبطل عالم تمام. فده الهدف بتاعنا. بس الصاله زي دي هتبقى مخصصه للمناسبات او المنافسات الدوليه طبعا. دي مش هتبقى تدريبات يعني، عندي صالات تانية شغاله بالظبط كده، الكاميرا بتعرضها طبعا. الصاله دي هيبقى فيها بطوله ان شاء الله قريب تمام. بطوله للاي سبورتس، بس بطوله كبيره جدا. هي بدات الفتره دي بلاي ستيشن والحاجات دي، هي بدات الفتره ديت وبدات اونلاين تمام. مين اللي هيشارك في البطولات دي؟ ما هو الناس عايزه تعرف. مشارك اعداد كبير جدا. هم لو دخلوا الناس على الموقع بتاع البطوله ذا كلوب بلس تمام هيلاقوا البطوله ويلاقوا الاشتراك والماتشات بدات. تاني حضرتك الموقع ذا كلوب بلس، يدخلوا عليه www.theclubplus.com هيلاقوا الموقع بتاع البطوله ويقدروا يدخلوا بجوائز كبيره. فعلا بجوائز كبيره واعداد كبيره اشتركت فيها. الجوائز كام برضه عشان نقدر نحمس الناس؟ الجوائز في المركز الاول واصله 20,000 جنيه للمركز الاول، المركز الثاني 15,000، المركز الثالث 10,000 جنيه. يلا البلاي ستيشن اشتغل على طول. يلا دخل فيها اعداد كبيره يعني مشترك لغايه دلوقتي اكتر من 8,000 واحد. ال 8,000 دولت كلهم اونلاين. اللي هيبقى عندنا هنا هو الفاينالات، بس الفاينالات هنا مجهزه هيبقى فيه ستيج كبير وديزاين كبير هيتعمل ان شاء الله. ويعني يا ريت حضراتكم تيجوا تشرفونا وتغطوها يعني نغطيها دي البطوله الكبيره اللي عليها الدور. في بطوله ثانيه ان شاء الله اللي احنا هنستضيفها تابعه مشتركه ما بين الاتحاد الدولي واتحاد الام بي اي في امريكا، ديت اللي هتتعمل في مارس وابريل اللي جاي. مقترح انها تبقى هنا او في قصاره حسن مصطفى او عندنا احنا الاثنين، ده لسه الاتحاد الدولي هيقرر بعد الزياره بتاعت الفرقه. احكي لي بقى وانت بتستضيف نهائيات كاس العالم كرة اليد، اظن كان في اسبانيا والنرويج كان هنا بالظبط كده، وكان في اللي هي البطوله الموازيه اللي كاس الرئيس كانت موجوده للتحديد بعديهم على طول. هي في كاس العالم بالظبط كده، بس انت بتحلها من بعد المركز الثامن تحديد المراكز بالظبط. احكي لي بقى الاستعدادات، كنتوا شغالين ازاي؟ اعصابكم كانت عامله ازاي؟ ما هو انا عادي جدا ان انا اروح صاله استاد القاهره، ده طبيعي. طبيعي اروح اي صاله من الصالات، لكن هنا لسه مختلف. بنقول يا هادي يعني احنا والاجانب خايفين والناس كلها خايفه، احنا رايحين صحراء جرداء زي ما كانوا بيقولوا. مفاجاتهم انبهارهم، وانتوا كنتوا عاملين ازاي في الاستعدادات؟ بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان كان المدير الصاله اللي مسؤول عن البطوله في وقتها كان كابتن محمد سويلم، هو كان بتكليف من معالي الوزير وعمل شغل هايل في الفتره ديت بصراحه وادار البطوله بشكل قوي جدا. احنا كنا موجودين بس حضرتك عارف كان موجود النظام بتاع البابل سيستم فما فيش حد بيدخل ولا حد بيخرج. الفكره العبقريه اللي اتعملت من الدكتور حسن مصطفى والدكتور حسن مصطفى بصراحه يعني عامل بابل سيستم وكان بيتنفذ تنفيذ صارم. انما حضرتك بتتكلم بقى على
وضعنا احنا هنا كصاله من ضمن الصالات الاربعه ان احنا اجدد صاله وكان اول تشغيل. حضرتك تخيل اول تشغيل بنشغله ويعتبر تيست يعني في التشغيل كان كاس عالم. فكان الموضوع عامل ازاي؟ الموضوع زي ما حضرتك قلت يعني كده من الدار للنار. بس اقول لحضرتك بقى احنا هنا في العاصمه الاداريه وبطوله العالم وكاس العالم فكان في دعم عنيف من كل الدوله من القياده السياسيه. ان احنا جايين العاصمه الاداريه هنيجي العاصمه الاداريه وهنبين العاصمه الاداريه وقوه العاصمه الاداريه. يعني حضرتك احنا ما كانش في حاجه بنطلبها او حاجه بتبقى ما بتتلبش. شبكات محمول كان موجود، ميه، توفير السولر، توفير الكهرباء، الدنيا تبقى شغاله، الامن، كل حاجه كانت موجوده. يعني انا اعتقد ان احنا هنقعد كان اول صاله واجدد صاله بس كان عندنا الخدمه والتركيز معانا كان قوي جدا جدا جدا. والدليل ان مفيش يعني حاجه واحده غلط حصلت في البطوله الحمد لله. الواي فاي عندك هنا تمام وكل الخدمات فن كانت قويه جدا. عايز اطمن على الشاشات. الشاشات حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا الشاشه اللي فوقينا على طول في نص الصاله ديت اللي هي ال4K تمام. دي موجوده في الاربع صالات بس اللي موجودين. انا هاخدها كده من الجنب شويه كده عشان نبقى شايفينها. رقبتي ما تتحولش ولا ما تتلوحش. فالشاشه ديت يا فندم دي مجهزه ان هي تعرض عليها كل حاجه ممكنه. هات يا كاميرا اطلع على الشاشه فوق. فيديوهات نتائج المباريات، الفار سيستم لما بيتعاد ممكن يتعرض عليها بحيث يبقى كل حاجه فيها شفافيه قدام الناس كلها. الشاشتين اللي على الجوانب دول بيبقوا مخصصين عشان النتائج فقط، نتائج واسامي اللاعبين ولو حد عنده انذارات، لو حد عنده فاولات والحاجات ديت بتبقى ظاهره بكل تفاصيل الداتا بتاعه الماتش. ده بالنسبه للشاشتين اللي موجودين مع الشاشه الكبيره اللي في النص. انا ما اعرفش لو زميلنا حازم لو شغلنا دلوقتي الساوند سيستم بالاغاني هيبوظ لنا الشغل ولا ممكن نديه للناس ممكن يشتغل. ممكن يعني فجاه كده هنسمع وانتوا كمان نديهم تعليمات واحنا داخلين دخلنا بصوت عالي جدا. اسم في الوجود يا مصر يا ريت نسمعها واحنا شغالين. يا اغلى اسم في الوجود بعد اذنكم نسمع الساوند سيستم دلوقتي لانه مهمه. انه برضو الاحساس باسم بلدك والاغنيه وحلاوتها وجمالها جميلة. لا بس كمان سان سيستم معمول حلو بشكل جميل يعني بالزبط. واضح ان انتم مش سايبين حاجه بس طبعا ده كان محتاج جمهور. ان شاء الله يا فندم احنا مستعدين وحضرتك زي ما حضرتك شايف والناس كلها شايفه الموضوع الخاص بفيروس كورونا الحمد لله بدا يهدى بشكل كبير. فده ان شاء الله يعني ممكن يعني يدينا امل ان نبدا نرجع ماتشات ولو ماتشات الباسكت والهاندبول والحاجات صحيح. اللي ممكن تتعمل جوه الصالات المغطاه تبقى بجمهور. فده ممكن يبقى حاجه كويسه ان شاء الله تتعمل. بمناسبه يعني الباسكت والهاندبول يمكن شفنا قريب مباراه السوبر بين الزمالك والاهلي في صاله الدكتور حسن مصطفى. شفنا نهائيات دوري كره السله برضو كان في صاله الدكتور حسن مصطفى في اكتوبر. هل انتوا حاطين في البلان الفتره اللي جايه انه تستضيفوا الاحداث دي لانها مهمه جدا بتفرق برضو معاك؟ بالظبط احنا حاطين في البلان ان احنا نستضيف احداث كبيره هنا عندنا في المكان حتى المحليه يعني بتكلم الباسكت والهاندبول والفولي دلوقتي ما شاء الله مع اون تايم سبورتس مع التغطيه. احنا عملنا قناه كامله غير قناه اون تايم 1 و2 بالظبط مع اون تايم 3 فالناس كلها بقت تتابع بشكل غير عادي. فبس انا اللي عايز اقوله انه بقت في نسبه متابعه ومشاهده مش طبيعيه كبيره للموضوع دوت. واحنا بنبلان زي ما حضرتك قلت ان احنا بنستضيف بطولات وعاملين تنسيق مع اقرب الفنادق لينا هنا اهوت عشان لما يبقى في عندنا فرقه جايه تلعب تسكن فين وتبقى قريبه مننا فين. عايز اقول لحضرتك اقرب فندق مننا هنا اهوت 7 دقائق وهو دوت الفندق اللي كان نازل فيه كاس العالم للهاندبول. فاحنا كتجهيزات داخليه جاهزين وكتجهيزات وديل او تعاقد مع الفنادق القريبه بنخلصها اليومين دولت ان شاء الله علشان نقدر نستضيف كل الايفنتات ويبقى مفيش اي معوقات خالص للناس ان هم يجوا يلعبوا مبارياتهم. هقول لحضرتك على حاجه يعني ايه كان نفسي فيها من زمان. انا بحكم ان انا لعيب واداري فسافرت كتير دول بره عملنا معسكرات وعملنا مباريات ورحنا حتت كتيره جدا. كنت الاقي فندق صغير وشويه ملاعب وحمام سباحه وتلاقي فرق من كل الدنيا بتعمل معسكرات. هنا يعني اما هنوري الناس الملاعب بره هنوري الناس البنيه التحتيه بره ناس هتتخض بصراحة من الجمال اللي موجود. يعني هل في النية انه تعملوا فندق؟ هل في النية ان نستفيد من ده بحيث انه يبقى عندي معسكرات منتخبات ومعسكرات فرق تيجي سواء من دولنا العربية الشقيقة او افريقية او اوروبية؟ هو زي ما حضرتك قلت هو القصة حضرتك تكلم فيها ان احنا ازاي نستضيف والناس يباتوا عندنا جوه النادي. أيوه. ودوت زي ما حضرتك بتقول بالظبط وحضرتك بتوضح
احنا جالنا توجيهات من معالي الوزير ان احنا النادي محتاج يبقى فيه زي فندق، مش لازم يبقى فندق، يبقى فيه رفاهيه كامله، هو فندق لاستضافه بالظبط، موتيل بالظبط، لاستضافه اللاعبين اللي جايين علشان يتدرب وينام وياكل، ويتدرب وياكل وينام ويركز في التمرين ويستضيف معسكرات. فاحنا ان شاء الله في معالي الوزير طلب مننا دراسه جدوى لايه انسب مكان داخل المكان نقدر نعمل فيه دوت، وفندق ممكن يبقى سعته كام غرفه، ونقدر نستضيف الكلام دوت، فدوت في الخطه اللي جايه ان شاء الله. نعم، برده عايز ارجع للملعب والارضيات. الارضيات بتبقى من نوع معين، المتابعه والمراقبه والصيانه للملعب. احنا اتكلمنا على المدرجات وطمنتني على كل حاجه، لكن الملعب نفسه لانه هو ده الاساس. كان زمان عندنا في ماتشات الكوره يعمل كل حاجه، وتلاقي الارضيه ما بننزل نقول يا يعني ربنا يكون في عوننا. الدنيا ماشيه ازاي هنا؟ ارضيه الملعب زي ما حضرتك واخد بالك، احنا هنا ده التخطيط بتاع الهاندبول. نعم، احنا تحت الارضيه ديت في الارضيه الثانيه بتاعه الباسكت والفولي اللي هي باركيه. والله عندنا هنا جوه الصاله السيستم بتاع ان الارضيه دي بتتشال، وعندنا غرفه التخزين بتاعتها والسيستم بتاع التخزين بتاعها عشان يتلعب على الباركيه اللي تحتيه، لان الباركيه هو اللي معتمد دولي. انا اقدر العب على نفس الارضيه ديت باسكت في الدوري المحلي، انما في الدولي لازم الباركيه. فاحنا هنا اهوت مش مثلا عندنا الباركيه في مكانه بنيجي نركبه، احنا بنشيل يعني دي كده حضرتك. ده رول يا فندم، كل ده رول، ده كل ده بيتشال حضرتك. ده رول سهل جدا بيتشال. هوري حضرتك بيبقى اسهل من على جنب من جوانب الصاله ان احنا نقدر نشيل. لا طب ما تمام، نروح على جنب كده من جوانب الصاله، على جنب من جوانب الصاله نفرج الناس مثلا حاجة. ممكن نيجي هنا يبدا يا فندم. تمام، زي ما حضرتك شايف كده، ده بدايه الباركيه، ده تحتيه باركيه جاهز للعب. تمام، بالباسكت متخطط باسكت. تمام، دولي وفولي بول. تمام، دوت هو الباركيه اللي تحت الصاله بكل سهوله. كل رول شديده جدا، كل رول من دوت متكود وليه رقم عشان لما نيجي نفرشه مره تانية يبقى معروف كل واحد مكانه فين، بيبقى الموضوع سهل جدا في الفك والتركيب. وهنا ده ليه طرق للتخزين بشكل جيد، عندنا غرفه كامله ليه وسيستم كامل للتخزين، وبالكتالوج بتاعه بنمشي بنفس الكتالوج علشان ننفذ الموضوع. لكنه الاداره بقى الهندسيه المتوليه هي بقى اللي ماسكه الموضوع ده، ومتدربين على دوت علشان بيفكوا ويركبوا، والموضوع بياخد يوم يعني. بياخد يوم بس. طيب عايز اسالك، فيما لو ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه رجعت لنا الجمهور، وده ان شاء الله هيرجع السنه الجايه ان شاء الله، ازاي هتقدر تجذب انه الملعب يبقى مليان ب 7500 فارق؟ ده رقم مش قليل في اللعبات غير كرة القدم. هنفضل ملتزمين بقواعد بتاعة التباعد. تمام يا فندم. 7500 دولت ممكن يوصلوا مثلا 4000. احنا بقى ازاي نجذب ان هو حضرتك يعني انا بعتبر نفسي محظوظ. ليه؟ لان كل البلد بتتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة. ده صحيح. فاحنا لما نيجي نعمل هنا ايفنت في العاصمة الإدارية ودوت جربناه. استضفنا هنا في المكان بس مش في الصالة ديت، في حمام السباحة زي اللي حضرتك شفته. تمام؟ استضفنا بطولة الجمهورية للسباحة. نعم. تمام، بطولة الجمهورية للسباحة كان فيها كام سباح؟ 3000 سباح في اسبوعين. ما شاء الله 3000 سباح ومعهم كل معهم اسرهم دول السباحين. عندنا في الاسبوعين ما لا يقل عن 8000 شخص في خلال الاسبوعين زاروا المكان. احكي لي بقى وهم داخلين او هم جايين الاول، احنا رايحين الصحراء ورايحين لما دخلوا بقى وشافوا الدنيا عامله كده. كان اجمل حاجه يا فندم ان احنا بنشوف الفيدباك بتاعهم وهم داخلين. احنا ايه اللي جايبنا هنا؟ احنا بنعمل بطوله مثلا في الاستاد او في اماكن من الاماكن القريبه. انا عايز اقول لحضرتك الناس كانوا قاعدين خلاص، المطالبات دلوقتي ان احنا نعمل كل البطولات عندنا، عايزين يجوا هنا، عايزين يجوا هنا. ليه بقى يا فندم؟ اول حاجه مثلا البطوله كانت في شهر 6. شهر 6 ده صيف. الاستاد طبعا صرح كبير، وصرح بتاعنا بتاع الوزاره بس مش مغطى. هم جم عندنا هنا قعدوا بدل ما كانوا بيقعدوا اليوم كله في حمام مش مغطى، لكن مجهز كل التجهيزات اللي خاصه بالايفنت، لكن عندنا هنا الحمام مغطى ومكيف. فمش قاعدين بس في مكان، قاعدين حمام متكيفين. الدنيا كانت جميله جدا يعني. التجهيزات نفسها بتاع الحمام حضرتك زي ما حضرتك شفته، صرح كبير، حاجه شرف يعني، انا بعتبره من اقوى حمامات سباحه في الشرق الاوسط يعني. هنبقى موجودين دلوقتي حاجه من الحاجات القويه جدا. هنكمل فيه برضو اكيد بالزبط. ان شاء الله. طب خليني برضو اسالك عن العمال اللي موجودين، لان انا ما شاء الله شايف خليه نظافه بشكل جيد، رغم ان انت ما عندكش انشطه دلوقتي بالزبط. هنا موجوده، لكن واضح ان انتم محافظين، لان حته النظافه دي مهمه جدا قوي. زي ما حضرتك قلت وحضرتك سالتنا من شويه على الصيانه، واحنا شغلتنا ان احنا نحافظ على الكيان. حضرتك الكيان ده مصروف عليه رقم كبير جدا من الدوله، احنا دورنا ان احنا نحافظ عليه ونجهزه. يعني احنا لما بنيجي نستضيف اي ايفنت دلوقتي بيبقى هدف استضافه الايفنتات ايه؟ ان انا اول حاجه اعرف الناس بالمكان، تسويق مباشر، اجرب الصاله اللي انا بعمل فيها الايفنت لو فيها اي حاجات اقدر اعالجها، وبرده بيدخل دخل للمكان. فدي اهداف ان انا استضيف ايفنتات. فانا علشان اقدر استضيف
ايفنت بجيب الناس عشان يشوفوا المكان وبجيب شركات عشان يشوفوا المكان، فلازم المكان طول الوقت يبقى جاهز لاستضافه الناس يجوا يشوفوه في النظافه في الصيانه في الامن. فاحنا الحمد لله عندنا شركه الامن شركه قويه، شركه النظافه شركه محترمه جدا، والشركات الصيانه الشركات اللي هم بانين المدينه متعاقدين معاهم ان هم مكملين لغايه اول سنه في الضمان لغايه لما نتعاقد مع شركات اخرى. دكتور خليني اسالك عن الاشادات، يعني الناس كلها اشادت الحقيقه على المستوى العالمي بعد بطوله العالم لكره اليد، بالتاكيد دي بتحملكم مسؤوليه، لكنه يعني برضو اكيد اسعدتكم يعني كل هذه الإشادات بعد البطولة وفي كل إيفنت بتنظموه. حياتك حضرتك بطل كبير وبنتعب كتير جدا، واحنا ايام ما كنا لعيبة نتعب وبنتعب ايام ما كنا مدربين، بس اول ما بنجيب الميدالية كل التعب بننساه. احنا كمنظمين نفس الكلام، احنا بنتعب جدا عشان ننظم ايفنت ونخلي كل حاجه تبقى مظبوطه، مش عايزين نسمع تعليق واحد من حد ان هنا كان المفروض يبقى فيه كذا. لما بيحصل الموضوع دوت وينجح الايفنت زي ما حضرتك بتقول وبتيجي الاشاده، احنا كل التعب وكل حاجه بتتنسي فورا وبنبقى في قمه سعادتنا، وده بيحملنا مسؤوليه ان اللي جاي نطور اكتر واللي بعدين نطور اكتر. خليني اسال حضرتك وتجاوبني بامانه، يعني اتفضل، انه يعني الصرح نفسه البنى نفسه المكان نفسه بتصور انه دي رسالة بتقدمها مصر للجميع يعني، بس اعتقد انه لما بتكلم انا في وسط عاصمة ادارية مكان جديد في الحاجات اللي الناس كلها بتشوفها وهتشوفها معانا عبر الحلقة الهامة دي، اعتقد دي رسالة الدولة حابة توصلها. بالضبط. رسالة الدولة يا فندم، احنا في العاصمة الادارية بنعمل جذب للناس للعاصمه الاداريه، ومش جايبينكم صحراء، احنا جايبينكم مكان فيه كل الخدمات كل حاجه، ومش الخدمات بشكل عادي، لا الخدمات احنا الكاميرا بتاعتنا واحنا جايين واحنا مروحين برضو هناخد لقطات كامله من العاصمه الاداريه عشان الناس تتفرج عليها بالزبط. وتشوفها وتتخض بالزبط. من المنظر اللي موجود الحقيقه. لابد ان انا اشكر اللي هو محمد سعد زغلول، الراجل اللي كان في استقبالنا الامانه الشديده جدا من بدري جدا، يعني احنا كان معادنا 8 صباحا جينا لقيناه في انتظارنا في نفس التوقيت ونفس الميعاد، وحتى كان سعيد جدا قلت له احنا ازيك يا فندم قوات مسلحه لا طبعا ما تقلقش نفس المواعيد يعني. والراجل عمال يكلمني بكل فخر على كل نقطه وحافظ كل شبر في العاصمه الاداريه بالزبط. وبيتكلم على 47,000 فدان وبعدين 57,000 فدان وبعدين 97,000 فدان. لا انا عايز يعني عايز حضرتك برضو توضح لي الرسائل اللي الدوله بتقولها وبتوصلها. تعالوا العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه مش صحراء، العاصمه الاداريه جاهزه تماما للتشغيل، العاصمه الاداريه كل مكان فيها فيه خدمات بيقدم خدمه زي عندنا هنا في النادي، مش بيقدم الخدمه بشكل عادي زي ما انتم بتاخدوها في اي مكان بره، الخدمه هتبقى اعلى مستوى اعلى من اي مكان موجود بره. اللي هيجي العاصمه الاداريه يا فندم وديت يعني بجد نصيحه تمام، الحق دلوقتي احجز مكانك في العاصمه الاداريه، الحق دلوقتي احجز، شوف انت هتبقى موجود فين في العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه فعلا المستقبل. معالي الوزير لما كان كلمني على المكان ان هو ما قاليش وسام تعالى في تكليف انت موجود في الحته الفلانيه، قال لي ايه؟ قال لي انا عايزك تروح النادي في العاصمه الاداريه تتصل بيها من هناك. اتصلت بيه من هناك. هو الحقيقه دكتور اشرف مشكورا عامل شغل رائع وهايل وصراحه اول ما اتصلت بيه بيقول لي ايه رايك؟ قلت له يا فندم انا راجل في الرياضه وسافرت كل قارات العالم اصلا، انا ساكن في التجمع في ده انت خمس دقايق بس هو الموضوع ان انا قلت له ان انا راجل في الرياضه سافرت كل قارات العالم ورحت بطولات عالم كتير تمام، انا منبهر باللي انا موجود فيه فعلا. فقال لي ايه رايك تبقى موجود في بطوله يا فندم، ده شرف وتكليف كبير ومسؤوليه كبيره ليا. التجمع علينا في قد ايه؟ تلت ساعه. تلت ساعه بالظبط. الموضوع سهل جدا يعني. أنا تلت ساعة من التجمع 10 دقايق من الشروق ومدينتي، ده المسافات تلت ساعة من التجمع و10 دقايق من الشروق ومدينتي، ده على طول يعني. هستأذنك نكمل جولتنا وبعدين نكمل حوارنا، مستمرين مع حضراتكم في جولتنا في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. اللي مش معايا لازم يصدق، ده أرض واقع، دي حقيقة قائمة. هوريكم العاصمة الإدارية النهاردة بالكامل من أولها لآخرها أو جزء من أولها لآخرها، مش هقدر أغطي 50,000 فدان أبقى راجل مجنون، لكنه هوريكم كاميراتنا لفت وشافت ورصدت عشان تعرفوا حجم الإنجاز الهائل اللي موجود على أرض الواقع. هننتقل إلى مكان آخر وحديث آخر.
مكملين اللقاءات مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، وبرحب بالمهندس أحمد يوسف مدير التشغيل أو مدير المشروع للشركة المنفذة، وكان مدير التشغيل في بطولة كأس العالم لكرة اليد. لازم نلقي الضوء على الأشخاص المحترمين الأفاضل دول اللي كان لهم دور كبير جدا أن أنت تشوف الصورة الرائعة في كأس العالم لكرة اليد وما قبلها وما بعدها. أنت بتخلق كيان من العدم، دولة عملت كيان، عملت مشروع قوي جدا كبير جدا، كان ضرب من ضروب الخيال إذا بيه بيكون حقيقة، ولكن هذه الحقيقة كان وراءها أشخاص. صباح الفل يا باشمهندس، ولا مساء الفل يا باشمهندس، مش احنا بنسجل يعني، احنا مش على الهوا. عايز احييك واشكرك انت وكل كتبت العمل يعني، لكن قول لي بقى من اول ما كلفت بالعمل في هذا المشروع الهام. هو طبعا بداية الموضوع، اهلا بحضراتكم. الله يخليك. تاني حاجة، احنا مبدئيا احنا شركة انشاءات. نعم. فطبعا الموضوع جالنا ان جاء الوزير وجاء رئيس الهيئة الهندسية، جم قالوا لنا بتكليف انتوا هتشغلوا البطوله كده. يعني انتوا هتشغلوا البطوله. فطبعا احنا شركه انشاءات، يعني احنا منفذين البطوله. يعني منفذين الصاله من اولها لاخرها. لكن كتشغيل ده مش تخصص يعني. فانتوا هتشغلوا البطوله خلاص. فالموضوع البطولة. كان يعني تكليف. ودي بطوله كاس عالم، فالموضوع ما فيهوش لا مش هقدر ومش هشغل. فطبعا احنا خدنا الموضوع، فكان بالنسبه لنا يعني بغض النظر ان هو تحدي، احنا كنا خايفين ان مثلا اللمبه دي تقفل، الجزء ده يقفل، لان احنا كنا بنتعامل مع اجانب، كنا بنذيع بره كل التلفزيون لكل البطولات بره. الحمد لله طبعا اتعاملنا مع اي اتش اف كاتحاد، اعتمدنا كل الريجوليشنز اللي هم بيطلبوها في الصاله كتشغيل، والحمد لله احنا الصاله الحمد لله بفضل الله في البطوله ما كانش فيه خطا واحد يعني بفضل الله طبعا وتوفيقه. تقدر تقول لي نظام التشغيل يعني الـ مش هقدر اقول لك عدد اللمبات يعني هيبقى طبعا هيبقى صعب، لكن هنا هنا كاضاءه هنا في نظامين، في نظام اضاءه للمدرجات، وفي نظام اضاءه بروفيشنال لايت سيستم اللي هو الاضاءات الكشافات الكبيره دي. دي بتعمل سيميوليشن لما بحب مثلا اعمل بطوله وعندي ايفنت وعاوز اعمل اضاءه، بديها بدخلها على البرنامج بتعمل الشكل اللي انا عايزه، تقفل تفتح، تعمل لي موجه، تعمل كل اعلى مستوى. دي اعلى حاجه على مستوى العالم يعتبر. طبعا الكيوب دي اول كيوب كانت تعمل في مصر في الصاله هنا في صاله العاصمه، كانت تعرض عليها شاشة النتائج. طبعا غير الشاشات الجانبية دي اللي بتلعب عليها الباسكت بول اللي هي المعتمدة من اتحاد الفيبا، حتى هي عليها الشعار بتاع الفيبا موجود على على الشاشة. والساوند سيستم عندنا برضو ساوند سيستم اللي يعتبر الجمهور، في ساوند سيستم اللي هو بروفيشنال ساوند سيستم البنانة، ده اللي بيعرض برضو منه اللي مثلا بيتكلموا لاعيب تغيير اللي هو بالظبط كل اللي هو الجاكات اللي نازله دي، ده اللي على شكل الموز ده يا جماعه بيسموه ساوند سيستم بنانة. بالظبط. وطبعا احدث حاجه يعني، حتى حضرتك قلت كل سماعات. احنا هنا عاملين حاجه برضو ايه حديثه، يعني الشاشه دي حضرتك فيها اربع مواتير فوق، السماعات دي فيها اربع مواتير، فانت مش بتحتاج ان انت تطلع وتفك سماعه، لا هو في ريموت الموتور ده بينزلك الشاشه لحد تحت او بينزلك السماعه لحد تحت، تعمل لها المينتننس بتاعها المحترم، بتعمل لها التشيك، بتغير لها لو انت بتعمل لها اي صيانه، وبتطلع تاني على نفس الليفل بتاعها، معمول له سيف للليفل بتاعه. بكل يعني بكل 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 واحده لوحدها ليها اتجاهات طبعا، دي معمول لها اكوستيك ستادي بحيث ان ما يبقاش فيه صدى صوت. طبعا كله متجرب ساعه كاس العالم، الحمد لله احنا يعني اشادوا يعني وخدنا شهاده تقدير والحمد لله كتنظيم وكتشغيل وككله يعني. طب انت محتاج قاعده بقى، تعالى نكمل كده واحنا قاعدين، عايزك بس يعني تقول لي استعنتوا بكام خبير اجنبي؟ لا مفيش خبير اجنبي، احنا ولا واحد؟ بقول لحضرتك البطوله قبلها يعني. طب بيني وبينك كده والله ما في حد. طب بعيد عن التسجيل يعني، هو بعيد عن التسجيل مش اي حاجه. هم قالوا لنا انتوا هتشغلوا البطوله، فالموضوع كان تحدي يعني الموضوع كان في الحته دي بالظبط في المقصوره الرئيسيه. الوزير السيد الوزير دكتور اشرف واللي هو دكتور اشرف واللي هو ايهاب الفار، قال لك انت هتشغل رئيس الهيئه الهندسيه فندم، احنا شركه يعني منفذه، قال لك لا انت اللي هتشغل، فخلاص موضوع تكليف. ما احنا ولا حد اجنبي ولا حد، انتوا كلكم احنا المنفذين برضه يعني انا اللي منفذ وما استعناش بحد اجنبي، واحنا بننفذ كلكم بس مهندسين مصريين. مصريين 100%. حضرتك خريج هندسه ايه؟ انا هندسه العاشر. هندسه العاشر. ما شاء الله. بس وكل زملات حضرتك زيك. طبعا. كل يعني الشباب الجميل اللي زي الورد ده. كان كله مصري 100%، ويعني بدليل ان احنا طبعا كان عشان بابل سيستم. فكان لازم بنعمل انتوا قاعدين بقى مقيمين يا عيني ما بتتحركوش. بالظبط. ساعات البطوله كان برضه دي بالنسبه لنا دي بالنسبه لنا كانت برضه حاجه يعني، احنا بالنسبه لنا شركه انشاءات يعني. انا مالي انا فمره واحده يقول لك انت محجوز وانت قاعد وانت هتشغل
وانت قاعد معنا ساعه البطوله والدخول والخروج بره. اه فكان الموضوع هو يعني بصراحه هو اكسبيرينس يعني يعني يكفينا ان احنا بعد ما خلصنا آه. آه الناس جت قالت لنا الف شكر وادونا آه. برده شهاده تقدير وقالوا لنا الف شكر. دي بالنسبه لنا كانت كفايه. وهي زي ما بقول لحضرتك هي اكسبيرينس يعني انت بتشتغل انشاءات طول عمرك او مانجمنت عامه. طب ربطتها ازاي يعني ربطت ما بين مانجمنت وتشغيل يعني الاوبريتور برضو عمليه مش سهله يعني. هي عمليه مش سهله بس آه. احتاجت مننا تركيز شويه. ليه؟ لان احنا اضطرينا نجيب طبعا افراد كتير لان طبعا الناس داخله واستعنت بناس مصريين يعني مثلا آه. ايوه طبعا انا دلوقتي مثلا هشغل مثلا شاشات فانا جايب معايا فنيين طبعا. جايب معايا لا قدر الله لو حصل حاجه لازم يبقى معايا كهربائيه مثلا كان يعني في كل جزء لازم معايا ناس. فطبعا كنا جايبين ناس ومقعدينهم وطبعا احنا كان طول الصبح تدريب بالليل ماتشات فاحنا على طول طول الوقت اه لا احنا الصبح فرق بتتمرن و... الصبح كانت كل الفرق قاعده في الفنادق اللي هي في العاصمه هنا وبيجوا يتدربوا مثلا الصبح على ثلاث فترات يجوا يتدربوا هنا. فطبعا احنا لازم نخش قبلهم بنظبط الملعب ونجهزه لان برضه دي فرقه بره وفي وشنا فجبنا ناس قاعده ثابته بينظفوا بيظبطوا بيروحوا الفندق يتغدوا يقعدوا يجي بعد الماتشات بالليل. طبعا الماتشات كلها مذاعه وكله على كله لايف كان طبعا. احنا لازم نكون موجودين لحد لما بنخلص اخر النهار ممكن نخلص الساعه 1 مثلا 2 قبل لما بنقفل الساعه 6 الصبح بنبقى موجودين تاني. اه يعني في ناس كانت بايته يعني في ناس كانت بايته طبعا لو في حد مثلا بيبقى ساكن قريب بيرجع بس لكن احنا كنا مقيمين ده يا جماعه لا يخل بالنظام البابل بس عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني مجرد لانه لا ما هو مش كل الناس جوه يعني البابل سيستم ده كان ليه حدود يعني كان المدرجات اللي تحت دي ده ليه رقم اللي بينزل الملعب ده ليه لون ورقم اللي بره ما هو اللي بره لا ملوش علاقه يعني مثلا التكييفات شغلها كله بره التشيلرز ملوش علاقه هنا بكل شيء مش هيخش فيقدر يعني يقدر يتحرك لكن حضرتك داخل البابل ما بالظبط لا داخل البابل ما بينفعش اصلا يتحرك هم كانوا موفرين اماكن كمان للناس اللي موجوده. احرج اللحظات اللي مرت عليك بعيدا عن النتائج بقى والفوز والهزيمه احرج اللحظات في الشغل عندك؟ هو بصراحه الموضوع كان كله تنشن لسبب احنا كنا واخدين كشركات او كشركه مثلا كنا واخدين الموضوع حاجه جديده وكاس عالم ومعروض على التلفزيون فانت طول ما انت قاعد انت اصلا مش قادر تستحمل يعني خايف زي ما بقول لحضرتك خايف مثلا الشاشه دي تقفل خايف مثلا النور يحصل فيه حاجه طبعا خايف ان الكهرباء مثلا يحصل فيها مشكله. فكان كل ده معمول برده استعدادات كنا جايبين مولدات وكنا جايبين يعني بصراحه كانت يعني الوزاره برده كانت موفره مولدات شركه الكهرباء فكان الموضوع متامن 100% بس انت برده طول ما انت شغال برضه ما بيكونش عندك اكسبيرينس في الموضوع فبتبقى خايف حاجه تحصل يعني رد الفعل بيبقى لازم سريع لان انت بتعرض على اللايف. مر عليك منتخبات كتيره يعني عدد منتخبات كتيره اخفهم دما يعني في ناس تلاقيهم كانوا متجاوبين معاك والله بصراحه كان كل الناس محترمين للامانه يعني لان الموضوع كان في سيستم يعني كانت الناس مش موضوع ما كانش عشوائي شويه كان موضوع انت بتنزل من البوابه دي تخش معاك ناس اللي هم تبع اللي هم المصريين اللي بيبقوا ماسكين الجروبس بياخدوا يدخلوا اوضته. يعني احنا عندنا اربع غرف كان يعني الغرف معمول اربعه جنب بعض بياخد مثلا غرفه هنا الفرقه دي وتسيب غرفه فاضيه وتاخد غرفه فالباب مثلا في الباب اللي هو الاتجاه ده اللعيبه بتخش اوضتهم بعد ما يخشوا ويقعدوا بندخل الفرقه الثانيه من باب ثاني فاصلا ده في الماتشات ده في الماتشات وفي التدريبات كمان نعم. فما كانش في احتكاك يعني طبعا ما كانش في اي احتكاك كان في نظام كان في منتخب ليه مطالب كتيره او طلبات كتيره لا بصراحه لا لان كانت ناس بتقعد تيجي على التدريب وتمشي كان كل الشغل في الفندق يعني كانوا بيجوا على التدريب يمشي او كان بيجي ماتش والحمد لله احنا كنا يعني موفر له كل اللي هم محتاجينه. الواحد بيبقى عايش على اعصابه دايما يعني لما بتخلص بتقول لك الحمد لله والشكر لله لكن ممكن في الاخر بعد كده تقول لا والله كنا مبسوطين ومستمتعين والله كنا مبسوطين حقيقه دي فعلا حقيقه يعني انت ما الحمد لله الواحد بيخلص ويلاقي نفسه خلص يعني الحمد لله وكل الناس بتشكره بيحس ساعتها هي دي الاكسبيرينس هي دي الخبره هي دي الواحد بيقول ان هو حس ان هو عمل حاجه واضافت له انت ما بتضيف لنفسك يعني انا شايف ان الواحد لما بيضيف لنفسه كليرنينج او كاكسبيرينس انت بتعلى فانت من جواك بتحس ان انت استفدت بتحس ان انت ساتسفايد من جواك لنفسك فدي حاجه كويسه ودي خلتنا لما مثلا جيت طلب مننا نعمل بطوله الجمهوريه السباحه هنا في المدينه الرياضيه لا ايه المشكله خلاص الامر احنا شركه انشائيه بس ايه المشكله يعني جالنا تكليف من الدكتور وسام مدير هنا قال لك هننفذ بطوله الجمهوريه كمان اسبوع
مفيش مشكله خلاص عادي. بقى الامر بسيط الرجاله عارفه الشغل وعارفه الشغل يعني السيستم كله بقى خلاص. عايز أسألك ودي ميزه احنا ضفنا لنفسنا حاجه. عايز اسال حضرتك وانت يعني مدير الشركه اصلا المنفذه، انت كنت متخيل انه الصرح ده يبقى بالشكل ده في الوقت ده في المكان ده بصراحه يعني؟ والله يعني احنا من اول المشروع ده من اول لما يوم اشتغلنا فيه هنا حفر كانوا بيقولوا احنا عاوزين نعمل كاس عالم. وبعدين جينا في مرحله احنا كنا كصاله كنا متقدمين الحمد لله، وبعدين جه قال لك احنا عشان نلعب كاس عالم لازم اربع صالات. مظبوط. فانت بتتكلم في ايه ان ما ينفعش غير لما يبقى في مثلا اربع صالات. فخلاص بقينا شغالين رش او يعني رش بروجكت يعني احنا 24 ساعه. ما كانش في اصلا حد بيقعد. وكان طبعا ان سياده الرئيس جالنا هنا اربع مرات ورئيس بيلاروسيا برضو جه مع سياده الرئيس. يعني الموضوع كان فيه اهتمام يعني فوق الوصف. فاحنا كنا شغالين هنا تقريبا 24 ساعه. احنا عشان نوصل لهنا فلا احنا كنا متاكدين ان هيتلعب عليه لان احنا تعبنا بصراحه. ما احنا تعبنا بصراحه. تعبتوا يعني لقيت ثمره جهدك في الاخر. يعني اكيد اكيد حضرتك شايف يعني عايز اقول لك اكيد حضرتك انت الناس بتيجي من بره بتقول لك انت عملت شغل في وقت مش مصدقين. انت هقول لك انا بامانه يعني انا راجل اعلامي يعني فبتابع دوري هو المتابعه يعني بشوف لما قال مصر هتنظم كاس العالم لكره اليد جميل فلازم اشوف الملاعب فاستاد القاهره ممتاز صاله الدكتور حسن مصطفى تمام برج العرب تمام. لما قالوا العاصمة الإدارية أنا بيني وبين نفسي قلت يعني هيجوا في الآخر هيقول لك معلش ما لا هيقول لك مش هينفع يعني لأنه ما لحقناش نكمل. بالظبط ده وضع طبيعي يعني. وكل يوم كنت مستني الخبر خبر اعتذار العاصمة الإدارية وإنه هينقلها في صالة تانية وعندنا صالات كتير يعني. سبحان الله بالعكس. فلما لقيت الصالة بالشكل ده بالحجم ده بالصوره اللي موجوده والله يا باشمهندس أحمد أنا اتخضيت بجد يعني. عايز أقول لحضرتك إن الاتحاد الدولي لما جه هنا ولف على الصالات حضرتك موجوده في جورنال الاهرام موجوده ان جاء قالوا كده ان صاله العاصمه هي الصاله المضيئه. يعني هو ده تعليق كان منشط كده صاله العاصمه هي الصاله المضيئه لان الناس لما جم تتحد هم اتصدموا وقال لك يعني دي صاله في منطقه لسه بتبني واكتر صاله جاهزه طبعًا. واكتر صاله جاهزه اكتر صاله جاهزه. واحنا طبعا احنا كل الريجوليشن بتاعت الاي اتش اف احنا اعتمدنا الصاله قبل البطوله ما ينفعش تلعب بطوله غير لما تكون معتمد كتشيك ليست بيجي يشوف ده المسافات الملعب مظبوط المساحه فاحنا عشان نلعب بطوله لازم نعتمد فاحنا الحمد لله لعبنا البطوله فاحنا معتمدين اوريدي من الاي اتش اف. اكيد مستني جمهور انت في الايفنتات اللي كان نفسنا بصراحه ان شاء الله كان نفسنا وان شاء الله يعني قريب باذن الله. بشكرك يا دكتور باشمهندس احمد كتر خيرك والله بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك. مستمرين في جولتنا في المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه. دكتور وسام يعني اشرح لي ايه اللي على يميني. المنطقه اللي على يمين حياتك ديت هتبقى منطقه كوميرشال اريا منطقه تجاريه محلات علشان الاحتياجات بتاعه الاعضاء اللي هيبقوا مطلوبه صيدليه ما بنفكر نعمل صالون كوفير بنفكر نعمل فيها كذا حاجه لخدمه الاعضاء. طيب. محل هنا دي رياضية. هنا ده مجمع الاسكواش يضم اربع ملاعب سكواش زائد الملعب الزجاجي وملعب الزجاجي اللي جوه يعني باعتراف الناس بتوع الاسكواش نفسهم من اجمل الملاعب واكثرهم ديزاين واكثرهم راحه للاعبين. هنا بقى صالتين، الصاله الاولانيه عاديه اللي قدامي دي بالظبط مظبوط، الصاله الثانيه احكي لي حكايتها عشان ده مهم قوي. الصاله الاولانيه دي بتاعه الجمباز وهيبقى فيها جمباز فني وايروبيك وكده، انما الصاله الثانيه اللي هي الصاله اللي لونها اصفر ديت يا كابتن شوبير اول صاله تكون مخصصه بالكامل للهانديكاب خصوصا بالكامل. اسم الصاله نفسها هانديكاب اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي مشرفينا في كل حته ولسه راجعين بميداليات كتير في الاولمبياد. الصاله ديت مجهزه بالمداخل والمخارج
ارضيه الملعب نفسها الباركيه بتاع الملعب مخصص للويلز اللي هي العجل بتاعهم ان هم يلعبوا عليه. الحمامات الشوارات اللي تشاش اللي جوه عشان اللي بعد ما يخلصوا تدريب يدخلوا ياخدوا دوش كله مخصص ليهم. الدور اللي فوق مزود باسانسير ليهم. يعني الصاله دي مجهزه بالكامل لاستقبال كل ايفنتاتهم تدريباتهم. اول صاله كده في مصر مش كده؟ بالظبط كده. وما اعتقدش في المنطقه كمان في صالات كده. انا ما اعتقدش يعني انا دي اول صاله انا شخصيا اعرفها بالوضع ده. انا يعني عشان بس ما افتيش لكنه مش شايف انه في صالة زي كده في المنطقة اللهم إلا إذا كان مثلا في منطقة الخليج ولا حاجة. هنا بقى بنتكلم هنا على اليمين على المكان اليمين ده هيبقى أكبر مساحة جيم في جمهورية مصر العربية. جيم المساحة دي كلها على بعضها 6000 متر. 6000 متر بس إيه الفرق بينها وبين أي جيم تاني؟ ممكن يكون في جيم فيه مساحة 3000 أو حاجة بس بيبقوا 3-4 أدوار فوق بعض. إنما إحنا هنا زي ما حضرتك شايف مساحة مفتوحة بالكامل للجيم. وده هيبدأ فرش وتعمله لي أوت وتعرض على المسؤولين وأعجبوا بيه جدا وإن شاء الله ده اللي هيبدأ يتنفذ قريب إن شاء الله. يبقى هنا الجيم وعندنا صالة الجيمناستيك جنبه قدام على يمين وشماله والهاندكاب الاحتياجات الخاصه وملاعب الاسكواش. نبص على شمالنا كده. على شمالنا بقى يا كابتن ديت مبنى كامل للثقافه والعلوم والفنون والتكنولوجيا للاطفال. لان احنا مش بنربي الاولاد رياضه بس احنا بنربي الاولاد كرياضه. على الشمال ده على الشمال ومزود بالمسرح الروماني زي ما حضرتك شايف كده تحتيه على طول بحيث ان الاولاد يكونوا بيتدربوا بيعملوا بروفات بيعملوا اي عروض بيعملوا حاجه هنا مصر عايزين يعرضوها على الناس يعرضوها على المسرح الروماني اللي على البحيره بتاعتنا على طول. بنرجع زمان زي المدرسه زمان والجامعه زمان والفنون اللي كانت موجوده فيها بالظبط كده سواء لعب او تمثيل او عروض كل الانشطه وده موجود بشكل غير عادي. طيب اللي في الوش قدامي المبنى اللي في الوش دوت الدور اللي فوق الاخير ده المبنى الاداره التنفيذيه ومجلس الاداره. تمام أيوة. الثلاث ادوار اللي تحتيه هيبقوا مطاعم وكافيتريات اكبر مطاعم وكافيتريات في المدينه. عايز اقول لحضرتك المطاعم والكافيتريات والاعداد ديت بجنب الجزء بتاع حديقه الاطفال واللعب بتاع الاطفال وحمام الترفيه بتاع الاطفال. فيقدر ولي الامر حديقه الاطفال اهي جميل بالظبط يقدر ولي الامر يبقى قاعد في الكافيتيريا ومتابع اولاده باصص من فوق على الاولاد وشايفهم وهم بيطلعوا له وبيرجعوا وبيعملوا حديقه الاطفال بالكامل كده جاهزه بالكامل يا فندم للتشغيل. النادي كله جاهز للتشغيل. احنا ناقصنا الدورين دول كافيتيريات ثلاث ادوار كافيتريات ثلاث ادوار كافيتريات ومطاعم بالظبط هنا وهنا وهنا وفوق الاداره. سمعت ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ليه مكتب هنا في الدور اللي فوق مكتبه موجود وعلى طول بيجي يعمل اجتماعات هنا اهوت عندنا في اي وقت بيجي بيحضر النوت بيبقى فيه اجتماعات لانه كمان ساكن قريب فعلى طول بيبقى عنده اجتماع الصبح بدري وطالع العاصمه او طالع اي مشوار تاني فبيبدا اجتماعاته عندنا هنا في المبنى في مكتبه فوق وبيشرفنا. وبعدين المسرح الروماني دوت اتعمل عليه كذا ايفنت الفتره اللي فاتت حصل فيه كذا بطوله وكذا استقبال بطوله ستريت ورك اوت كذا حفله كذا مؤتمر بالفعل. وكذا طبعا عندنا حاجات صغيره حضرتك لما كنا بنقول حضرتك عملنا كاس عالم وعملنا بطوله الجمهوريه للسباحه دي الايفنتات الكبيره. لما احنا استضفنا ايفنتات كتير صغيره تانية حجمها اقل شويه لكن اتعملت هنا في المدينه واتعمل بطولات كتير. حاسس ان انتوا على احر من الجمر مستنيين العمار بتاع العاصمه. مستنيين الناس تيجي الناس تيجي يعني هنا يا فندم هيلاقوا خدمه. احنا انا عاوز لحضرتك على حاجه احنا في فكره برده كان معالي الوزير وجهنا بيها ان احنا نستعين طلبه الجامعات الاجنبيه تمام والمصريه بيعملوا تدريب صيفي. بعتنا خطابات للجامعات وفي جامعات استجابت معانا كتير. الاكاديميه العربيه بعتت لنا طلاب الجامعه الامريكيه بعتت لنا طلاب وبداوا معانا نزلوا معانا بيعملوا تدريب صيفي. الخطه اللي احنا عاملينها معاهم في التدريب ايه؟ احنا نادي بس احنا مش عايزين نبقى زي اي نادي. فايه اللي بيقدمه كل الانديه 1 2 3 4 احنا هنزيد عليهم ايه بقى؟ قاعدين بقى بنجهز حاجات زي كده. الاولاد بصراحه عندهم افكار كتيره. انا مش عايز ابدا اقول دلوقتي حاجه لان هم لسه بيجهزوها لغايه لما تتعرض على معالي الوزير ويتاخد الموافقه عليها. انما انا بقول لحضرتك احنا هنبقى نادي مش زي اي نادي. بس الحقيقه انا عايزه يعني احيي قواتنا المسلحه بصراحه مجهود غير عادي. احيي الهيئه الهندسيه سياده اللواء ايهاب الفار احيي كل فرد بصراحه لانه اللي بتعمل ده او اللي اتعمل ده دكتور اسام انا ما اعتقدش ان انا من السهل ان انا الاقيه في اي مكان بصراحه يعني زي ما مجهود يعني بصراحه بصمتهم واضحه وباينه تماما. انا عايز اقول لحضرتك زي ما سياده العميد نوه لحضرتك المكان هنا اتعمل في 2.5 سنين ده انجاز يا فندم. 92.5 فدان يتبنوا بالكواليتي ده وبالجوده دي وفي الوقت الضيق دوت ويجوا على كاس العالم يبقى النادي بالكامل جاهز. ده مجهود رهيب. وبعدين انا مش هقدر انسى مجهود مجلس الامناء. مجلس الامناء معانا وسياده اللواء نور وسياده الحاجه هدى ايوب اللي هو فوزي عطيه استاذ حسن استاذ مجدي الدكتور احمد الشيخ الناس دي قايمين معانا استاذ محمد سعيد مازن قايمين معانا بمجهود خرافي حضرتك يعني مش متخيل. احنا في اي وقت الو احنا عايزين نعمل حاجه عندنا في العاصمه عندنا اجتماع عندنا موضوع بيبقوا المجلس بالكامل متواجد وبيجي وبيقفوا معانا لغايه لما الموضوع
يخلص خالص وبيسيبونا احنا نكمل. دعم غير مسبوق ودعم كمل ايدي العامله اللي اشتغلت هنا تقريبا قد ايه يا دكتور جوه النادي ان هو تفندم يعني في خلال سنتين؟ لا انا بتكلم على اللبانو على اللبانو اللبانو تقريبا اللبانو جوه النادي ما بين مهندسين وما بين عمال انا اعتقد انه يعني مش هيقل عن 5000 عامل وفني ومهندس يعني وعندنا كبير يعني. كم فرصه عمل جوه النادي موجوده؟ لا احنا عندنا بقى هنا يا فندم زي ما قلت لحضرتك فرصه العمل هنا كبيره واوريدي بدا يجي لنا سيفيهات كتير لان احنا عندنا 10 اربع ملاعب كوره و10 خماسي صاله مغطاه وثلاث صاله مغطاه تانيين صغيرين ملاعب الاسكواش ملاعب كل ديت محتاجه فنيين ومحتاجه مدربين ومحتاجه ناس بتوع صيانه ومحتاجه ناس بتوع اداره هندسيه محتاجين ناس بتوع تكييفات محتاجين ناس بتوع ملاعب بتوع زراعه محتاجين اداره مشرفين اداريين عندنا محتاجين ناس تربيه رياضيه هنا يا فندم المكان جاهز يستقبل لكن صحيح. لكن احنا هنجمع قصادنا كل السيفيهات وكل الامكانيات عشان نختار افضل ناس يكونوا موجودين وهنختار افضل شركه خدمات رياضيه تكون موجوده معانا لاداره المكان. احنا افترينا دلوقتي ملاعب الكوره ولا ملاعب القدم احنا على شمالنا ملاعب التنس بعديها ملاعب الكوره اربع ملاعب كوره خماسي وقصادنا على طول الصاله المغطاه اللي حضرتك شرفتنا لا بس انت يعني. عندك كم ملعب مفتوح؟ كان ملعب كرة قدم مفتوح أربعة كبير 11 اثنين فيهم نجيلة طبيعي واثنين نجيلة صناعي وعشر ملاعب خماسي نجيلة صناعي بالضبط كده. تفكيرك في إيه يعني في المستقبل في الأكاديميات في فرق الناشئين؟ ما هو برضه خلاص الدنيا بقت استثمار بالظبط ما عادش في بقى ان الدوله بتصرف على كل بالظبط الدوله بنت انها تجيب فلوس اللي بنته ده يا دكتور وده اللي احنا متجهين ليه يا فندم ان احنا بنحاول نشوف افضل الاكاديميات اللي موجوده وهنزود الموضوع الموضوع ان احنا يبقى في عندنا هنا ده ملعب كبير ملعب كبير 11 ملعب كبير 11 نجيله صناعي بالظبط الملعب ده يا فندم يعني من ضمن الخطط كان متحضر انه يتعمل فيه دوره رمضانيه قبل ما يحصل منع للدورات الرمضانيه كان هتبقى هنا والجنب اللي على الناحيه الثانيه برجوله كان في فطار وسحور والجامع كان جنبيه علشان الصلاه والتراويح والحاجات دي فكان المكان كله مجهز لكن طبعا الاجراءات الاحترازيه المسجد كمان انا عرفت انه اشتغل ما شاء الله اشتغل يا فندم ووصل لنا فيه اول جمعتين ساعه بطوله الجمهوريه للسباحه وكان مليان على اخره بياخد 250 مصلى نتيجه ان العدد كان كبير جدا في البطوله فاللي حصل ان العدد كان كبير وكان المسجد مليان فرشته بره يعني. اكيد طبعا, طبعاً معكم على الاحترازات الصحيه كلها من اول طيب خلينا بنكمل يا دكتور واحنا طالعين على بقيه الملاعب انا كمان شايف عندك مدرجات ما شاء الله عندنا ملاعب الكره زي ما قلت لحضرتك فيهم اثنين كل ده باركنج الاول ده باركنج واخد النادي بالكامل ما عدا المنطقه اللي فيها لعب الاطفال عشان السيفتي بتاعتهم تمام وانا عايز اقول لحضرتك الملعب الكبير اللي هو الاستاد تمام ده فيه مدرج ل 1000 متفرج واستضفنا فيه اول مباراه كره قدم للدوري بتاع كره القدم الميني فوتبول تمام ما بين حلايب وشلاتين وانبي كان اول مباراه في الدوري الرسمي للميني فوتبول انا عايز اقف قدام شويه الملعب عايز ابص على النجيله لانه النجيله حلوه قوي بالظبط يعني برضو الكاميرا جايباه برضو نوع النجيله حلو يا دكتور ما شاء الله يعني معقوله الهيئه الهندسيه عامله شغل ومسلمانا الهيئه الهندسيه برضو اللي عاملاها بصراحه هي اللي عامله النادي بالكامل بصراحه مسلمانا شغل يا فندم يعني حاجه نفتخر بيها نفتخر ده زي ده, ده ملعب تدريبي يعني ايوه يد تبني ويد تحمل السلاح زي ما بيقولوا ده حقيقي يا فندم يعني بجد هنا برضو تبع الباركينج تبع الباركينج للصاله المغطاه فتلاقي حضرتك المساحه بتزيد شويه عشان الايفنتات الكبيره اللي في الصاله المغطاه يكون فيها عدد اكبر للعربيات وده مدرج للملعب الثاني لكن مش الملعب الرئيسي ده الرئيسي بقى اللي احنا داخلين عليه هنا الملعب الرئيسي يا جماعه اديكم شايفين من خلال الكاميرا مدرجات لطيفه صغيره حلوه ملعب جميل جدا بالزبط. وفرصه كمان ممكن المنتخبات بتاعتنا حتى المراحل السنيه الدرجه الاولى تيجي هنا الدرجه الاولى واحنا داخلين ان شاء الله على تراوى زي ما بيقولوا احنا خلاص داخلين على اخر 9 واول 10 فعندنا في هنا فنادق موجوده كل السبل هنا موجوده بشكل كويس ملعب يا جماعه محترم جدا وجميل جدا جدا وارضيته اكتر من ممتازه مع بوابات رائعه جميله جدا جدا ايه اللي موجود تاني يا دكتور احنا عندنا غرفه المبنى الاشتراكات عندنا مع كل ملعب او الدور في غرفه كامله لغرف التغيير بتاعته والكافيتيريا بتاعته مفيش عندنا مكان في النادي مفيهوش خدمه غرف التغيير والمباني بتاعه الكافيتريات والحاجات دي فانا كل ملعب سواء مفتوح او مقفول عندنا الكافيتيريا والخدمه والكافيتريات الخاصه بيه فعندنا نوع مباني الاو دور بتاعه الكافيتريات موجوده عندنا التسع بوابات لخدمه الناس وعندنا حضرتك بقى تيجي تتفرج على النجيله بقى شخصيا لا ممتازه يعني شايفينها حضرتك يعني هتلاقي حاجه ممتازه بصراحه يعني طيب نروح على الملاعب بقى في ملعب برضو مفتوح هو ورانا دي ملاعب الخماسي من ملاعب هنا الملاعب مضاءه كمان كلها بالظبط كده كله متوفر واضح انها اضاءات قويه وجميله بالظبط كده هنا بالزبط. كمان ملاعب خماسي دي ملاعب خماسي عندنا هنا ست ملاعب خماسي ملعب لوحده وبعدين ملعبين وبعدين ثلاث ملاعب بعديهم على
طول هيتلاقي حياتك موجود الاربع ملاعب الخماسي. بقى كده عندنا 10 ملاعب خماسي. هل في نيه لعمل اكاديميات في المستقبل؟ احنا اللي احنا هنعمله ان شاء الله اكاديميات بكل الليفلات، اكاديميات لكل المستويات عشان نستوعب الاعداد اللي احنا متوقعينها من الاعضاء. انا عايز اقول لحضرتك احنا يوميا على البوابات بيجي لنا طلبات للعضويه، احنا هنفتح العضويات قريب جدا 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 خلاص ان شاء الله في شهر اكتوبر اللي جاي علشان نبدا نستقبل الاعضاء ونبدا نستقبل الناس وان شاء الله يلاقوا الخدمه. كل دي بقى ملاعب مفتوحه، كل دي ملاعب مفتوحه ودي بقى هتسع الاكاديميات وهتسع اعضاء النادي وكلهم هيبقى واحد بيلعب لعبات بقى كمان. بالظبط كده. لو هنعمل دوري وهنعمل انشطه داخليه احنا ان شاء الله هنعمل شغل كويس جدا للاعضاء. هل هيكون في لعبات يعني مثلا هاندبول، باسكت، فولي، تايكوندو، كاراتيه، خاصه الحاجات اللي مصر متفوقه فيها من اللعبات الفرديه، التايكوندو والكاراتيه، المصارعه، الجودو، كل لعبات الفرديه بتاعتنا، الملاكمه، رفع الاثقال، هل في نيه او لبعضها على الاقل؟ بالظبط. احنا معظم الالعاب اللي حضرتك قلتها هنعملها، يعني هنعمل التايكوندو، هنعمل الكاراتيه، هنعمل الجودو، هنعمل الجمباز الفني والجمباز الايروبيك والجمباز الايقاعي، عندنا الباسكت والهاند بول والفولي والفولي وكره القدم، كل دي العاب هتبقى موجوده، زائد السباحه، وفي ملاعب بدل تنس، عندنا التنس، هنعمل السكواش. فكل الالعاب اللي انا قلت لحضرتك عليها دي العاب جاهزين ان احنا نفتح فيها اكاديميات فورا اول ما يبدا تشغيل النادي. عندي يعني معلومه انه العماير دي كلها الشقق دي خلصت لدرجه ان انت جيت تشتري شقه ما عرفتش. بالظبط، انا جيت اسال يعني صح يعني بسال قال لي خلاص ما تسالش عليك بتسال كان من بدري خلصت. كل الشقق اللي قصاد النادي والفيلل اللي قصاد النادي كلها اتباعت بالكامل بالفعل. الموجود بقى فيه مساحات في اماكن ورا فيها بعض الوحدات الفاضيه، انما اللي في واجهه النادي كله بالكامل تم البيع. ده على البحر، ده على البحر، ده على البحر. بالظبط كده. ما هو طبعا يا فندم نادي بخدمات، هو اللي هيجي يسكن هنا ما هيبقى لسه بقى متجوز جديد او متجوز وعنده اطفال وعنده ومش مكشوف وهيبقى عايز خدمات النادي، هتعدي الشارع هتبقى موجود في النادي. الموضوع يعني بصراحه يعني اللي لحق زي ما قلت لحضرتك العاصمه الاداريه اللي عايز يلحق فيها يلحق دلوقتي. احنا زمان قبل ما نروح التجمع كنا متخيلين التجمع هيبقى صحراء ومش هيبقى كده، انما اللي اشترى زمان دلوقتي بقى مبسوط واستثمر. مظبوط، ده اللي هيحصل في العاصمه وهيحصل اسرع من التجمع بكتير. العاصمه امتداد التجمع. بالظبط كده. حضرتك برضو حضرتك عارف التجمع لما رحنا كان صحراء وقعدنا فيها وبدانا نبني نبني نبني، انما احنا هنا بانيين ومنتظرين الناس ييجوا يقعدوا على طول. المكان في العاصمه الاداريه الجديده جاهز للتشغيل. المحافظه على النجيله والخضره مهمه جدا يا دكتور. بالظبط، لان احنا دايما بنبدا بشيء رائع، وانا قلت لك الكلام ده في موضوع الصيانه صح، وبرجع اقول لك دلوقتي في المحافظه على الخضره وعلى الشكل الجميل ده احنا بصراحه بنعمر وبناسس بشكل كويس، لكن بعد فتره بنهمل يعني. فارجوك يعني يا فندم، دي امانه يعني. يا فندم دي تعليمات جايه لي اساسا من مجلس الامنه ومن معالي الوزير ان النادي يفضل جديد طول الوقت. طول الوقت يفضل جديد. شركات الصيانه نشوفهم ونتابع وعندنا كمان، انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا شركات الصيانه زائد ان الاداره الهندسيه في الوزاره بتيجي تتابع الشغل، يعني مش مجرد ان احنا بناخد تقارير من شركات الصيانه ويقولوا لنا كل حاجه تمام وخلاص، احنا بنيجي عندنا بنتاكد ان اللي بيتقال مظبوط وان كل حاجه تمام زي ما احنا عايزين. احنا دورنا وهدفنا نحافظ على النادي. بصراحه يا جماعه انا في غايه السعاده النهارده، يعني كل شويه هقول لكم انا في غايه السعاده وغايه الفرح. ده الملعب الثاني العشب الصناعي الثاني. بالظبط كده، ادي ملعب واحد كمان ثاني اهو. يعني انا في غايه
عايز اقول لحضراتكم احنا مستمرين في جولتنا في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. الحقيقة انا في غاية السعادة، في غاية الفرحة يعني، لانه مهما كنت بتخيل ومهما خيالي كده جاب، كنت متخيل ان انا ابقى موجود في العاصمة الإدارية اللي كانت صحراء من فترة قليلة جدا، انها تبقى بتنبض بالحيوية والنشاط والشغل والعمل بالطريقة اللي انا شايفها دي. يعني لو انا مش موجود، لو انا مش موافق تقول ده ماكت، لكن اللي ورده بالفعل هو حمام السباحه الاولمبي اللي موجود هنا، واللي اكتشفت انه كمان استضاف بطولات، يعني تم تنظيم بعضا من البطولات عليه بعدد لا باس به من المدرجات بمساحه واسعه جدا. انا والله مبسوط جدا وفرحان جدا، وحابب ان انا انقل لكم الصوره، لانه في ناس كثيره ما بتصدقش الانجازات لما بتفضل تقولها، لكن لما بتشوف بالصوت والصوره وعلى ارض الواقع، الحديد ده حديد والميه دي ميه والمبنى ده مبنى، بيصدقوا يعني. تعالوا نكمل جولتنا، الجولة الكبيرة جدا الطويلة جدا النهاردة، اعتقد اللي انتوا كلكم سعداء بيها، لانه كانت في ناس كتيرة جدا مش متخيلة انه ده الانجاز اللي موجود في ارض مصر في ارض العاصمة الادارية. يلا بينا نكمل جولتنا في العاصمة الادارية وبالتحديد في المدينة الرياضية. مستمرين في جولتنا زي ما قلت لحضراتكم في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. بيسعدنا أن أرحب بست العميد شريف صادق نائب المدير التنفيذي المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية. ست العميد ازي حضرتك؟ شرفتنا يا كابتن احمد، شرفتنا في المدينة الرياضية. ربنا يخليك يا رب. حضرتك احنا في مجمع حمامات السباحة، قول لي المواصفات. حضرتك طبعا منورنا ومشرفنا في مجمع حمامات السباحة. مجمع حمامات السباحة يقع على مساحة 25,000 متر، مجمع يشمل 25,000 متر. يشمل المجمع هنا حمام السباحة الأولمبي الحاج اللي احنا واقفين عليه ده فندم. حمام السباحة ده 25×50 متر. حمام سباحة أولمبي، وقامت عليه بطولة الجمهورية للسباحة هنا في شهر 6 اللي فات. وعندنا حمام الغطس اللي قدامنا ده، حمام الغطس ده حمام قانوني زي أولمبي، بارتفاع غطس 10 متر. منصة الغطس 10 متر، ويشمل مسطح مجمع حمامات سباحة حمام سباحة خارجي مفتوح. ورا اهو، ورا برا صوروا برضه. ده حمام سباحة مفتوح برضه 50×25، ده حمام سباحة أولمبي برضه. بس مكشوف. وعندنا حمامين سباحة تاني ترفيهيين للأطفال. ده مجمع ده مجمع حمامات سباحة. غير يشمل عندنا جوه مجمع حمام السباحه اكبر جيم على مستوى الشرق الاوسط، جيم متواجد 3000 متر، مساحه 3000 شغال متر. يعني الادوات جت ولا لسه؟ لسه يا فندم. في التجهيزات بتاعته، لكن مساحته 3000 متر. 3000 متر حلو قوي. ويشمل مع مجمع حمام السباحه عندنا مجمع الاسكواش هنا برضه متواجد مع مجمع حمام السباحه المباني بتاعته. عايز اسالك، لما ان شاء الله باذن الله بقى خلاص هو العمار خلاص كمل، يعني فاضل بقى الناس تسكن، احنا بنتكلم في شهور معدوده، لانه مجلس النواب خلاص ومجلس الوزراء خلاص والهيئات الحكوميه على وشك، وانا عرفت ان الاسعار هنا زادت جدا يعني. طبعا يا فندم، هو طبعا انتوا كمدينه الرياضيه زودتوا الاسعار كلها هنا. فكرتوني بالنادي الاهلي في مدينه نصر لما طلع هناك، الاول كان مفيش، واول ما طلع تك 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 ما بقاش فيه شقه. انا عرفت انه هنا فعلا يا فندم احنا يعني بجوار المدينه الرياضيه او نادي النادي في جنبنا كومباوند ده كان يعني قبل ما احنا ننشا كان شبه بيبيع باسعار يعني يدوبك. عاديه في المتناول حاليا. بسم الله ما شاء الله، يعني اولا مش هنقول بقى اللهم لا حسد يعني ومفيش اماكن، وبيجينا طيب دلوقتي منه اشتراكات. طيب السؤال بقى، الاشتراكات هتبقى ميسره؟ يعني عرفت انه في تقسيط لوزارات معينه، عرفت انه في خصم، عرفت انه السكان اللي جنبكم لهم برضو امتيازات. احنا عاملين يا فندم مع وزاره الشباب والرياضه سعادتك، عامله منظومه ان هي عامله ان مخليه الاشتراك بالقسط عن طريق للبنوك، وفي نفس الوقت عامله تيسيرات للوزارات للموظفين المتواجدين في الوزارات، بحيث ان يبقى الموضوع سهل للناس تشترك معانا في نادي النادي. طيب قول لي بقى الغطس،
هيبقى للفرق بس ولا برضو ممكن الناس تستخدمه؟ حمامات السباحة الأولمبية هتبقى لتدريبات المنتخبات والفرق، وأكيد هيبقى فيه فريق باسم النادي يعني، لكنه الغطس هيتم استخدامه ازاي؟ طبعا حضرتك بالنسبه للحمامات السباحه دي، ان كان الحمام الخارجي او الحمامات اللي هي الحمام المغطى اللي احنا فيه ده كله سيادتك هيبقى فيه اكاديميات رياضيه. حلو. عشان طبعا نعمل نوسع الشريحه لممارسه الانشطه الرياضيه وحمامات السباحه. وهيبقى طبعا استخدام الفريق النادي ان شاء الله باذن الله في المستقبل. وطبعا المنتخبات الرياضيه تشرفنا ان كان من الدول العربيه او المنتخب المصري جاهزين لاستضافه معسكرات. جاهزين يا فندم، احنا جاهزين يا فندم. مجهزين سيادتك لاستضافه معسكرات وبرامج، واحنا الحمد لله عاملين توأمه مع احد الفنادق المجاوره جنبنا فندم. اسعار الاشتراكات معقوله الى حد ما يعني؟ الناس هتقدر من خلال التقسيط ومن خلال انه يبقى في خصومات هيقدروا الناس يشتركوا؟ هل فعلا بدأت الاشتراك تبقى موجودة في النادي؟ احنا ابتدينا سيادتك ان شاء الله هنفتح الاشتراكات من اول شهر 10 مش خلاص يعني شهر خلاص على وشك، والاشتراكات في متناول جيدة يعني. جيدة فندم. وطبعا يعني احنا عاملين فرص للتقسيط مسهلين الموضوع يعني على 10 سنين يعني الدنيا 10 سنين. يا فندم. خبرات اجنبية كان لها دور في البنى هنا؟ لا يا فندم، كله بأيدي مصرية يعني، كل البنى اللي حضرتك شايفه ده يا فندم بقى عن طريق أيدي مصرية كلها. طب قول لي بقى دور الهيئه الهندسيه، لان انا عارف ان الهيئه الهندسيه هي اللي اقامت الصرح ده كله من اوله لاخره، ومتاكد انه بايدي مصريه، لكنه انا بسال السؤال لان بستفز حضرتك عشان تحكي لي شويه، لانه لازم الناس تعرف المجهود الكبير اللي بذل في هذا المكان. المجهود بصراحه فندم، بما ان انا من خريج المدرسه العسكريه، المجهود القوات المسلحه بذلاه ان كان في المدينه الرياضيه او في العاصمه الاداريه كلها، لا الهندسيه يعني برئاسه سياده اللواء اياب الفار يعني عامله مجهود غير عادي في العاصمه الاداريه وفي الانشاءات العاصمه الاداريه. انا عايز اقول لسعادتك ان احنا يعني ممكن نروح نيجي تاني يوم نلاقي شارع اتعمل. مظبوط. يعني نلاقي شارع اتعمل. نعم. هنا بصراحه كان كل يعني الهدف ان احنا نخلص المدينة الرياضية، وانا عايز اقول لسعادتك كابتن احمد ان المدينة الرياضية اصلا انشئت في وقت قياسي، لو قلت لسعادتك في خلال سنتين ونص. كل المنشئات اللي حضرتك شايفها دي في خلال سنتين ونص. 92 ونص فدان انشئوا في سنتين ونص. انا شفت وحدة اسعاف ووحدة مطافي احنا كده برضه. احنا هنا فندم النادي يشمل وحدة مطافي ووحدة اسعاف ونقطة شرطة موجودة. كل دي سيادتك بتخدم المنطقة والزون اللي احنا فيه في العاصمة. يعني هنا العاصمة مقسمة الى زونات مناطق، كل زون ليه اسعاف وحريق ونقطة شرطة. احنا النقطة بتاعت الزون اللي احنا فيه ده او المكان اللي احنا فيه هي تقع عندنا في النادي عندنا، بس بتخدم خارجي وداخلي. ما علمتوا ان انتوا استضفتوا بطولة الجمهورية للسباحة مؤخرا يعني، احكي لي ردود فعل الناس والاهالي واللعيبة نفسهم والمدربين، لانه ده مهم طبعا يعني. بطولة الجمهورية للسباحة دي انا عايز اقول لسعادتك يعني الحمد لله الحمد لله يعني مع الدكتور وسام مدير النادي وانا العميد شريف يعني، والدعم اللي كنا واخدينه من مجلس الامنة برئاسة سيادة اللواء محمد نور سالم. نعم. انا عايز اقول لحضرتك وطبعا دعم معالي الوزير، ومعالي الوزير شرفنا ساعتها في البطوله حضر جزء منها. انا عايز اقول لسعادتك ان احنا يعني احنا صرنا انا والدكتور وسام كنا نمشي الساعه 4 الفجر و5 الصبح عشان عايزين ننجح البطوله دي باي شكل. ده واجبكم. انا بتكلم على ردود فعل الناس. انا هقول لسعادتك يعني بقى ردود فعل الناس ده المهم بالنسبه لي، اللعيبه المدربين واولياء الامور. انا هقول لسعادتك على ردود فعل البطولة. أول ما اتعرف إنها هتتعمل في العاصمة الإدارية إحنا خدنا هجوم غير عادي. إحنا أنتوا جايبيننا صحراء، أنتوا جايبيننا مش عارف إيه بتاع كل ده على الفيسبوك بقى، على الفيسبوك والسوشيال ميديا ولحقوا مودين ولادنا وبتاع وهنجوع ومفيش عصاير ومفيش ومفيش ومفيش. أنا عايز أقول لحضرتك أول يوم أولياء الأمور حط رجلهم هنا أنا عايز أقول لحضرتك يعني في نفس اليوم يعني اتغيرت 360 درجة. شكر الجمال ده، الحلاوه دي، احنا كناش نتوقع كده. ده الحمام السباحه دي، حمام السباحه بالمناسبه هنا مكيف وزي ما حضرتك شايف الاضاءه. وكنا البطوله دي كانت في شهر 6 كانت في عز الحر. البطوله دي ما حسوش باي حاجه خالص. كانوا قعدت يعني كام يوم البطوله دي؟ قعدت عندنا اسبوعين.
والناس كانت بتروح وتيجي. الناس بتروح تيجي وكانت مبسوطه جدا. مستمتعين. وطبعا انشانا لهم كافتريات وظبطنا لهم كل حاجه. وكان في اماكن الاسعافات اوليه وكل حاجه كانت على ده بيشجعكم ان انتم تنظموا احداث قريب يعني. وانا بصراحه نفسي في احداث دوليه يعني. مصر دلوقتي بقت سباقه يعني. انا كل اسبوع الحقيقه وارجع تاني اشيد بالقناه اللي انا بشتغل فيها اون تايم سبورتس الحقيقه، لانه احنا بننقل كل الايفنتس يعني. بطوله رمايه، بطوله كاراتيه، بطوله تايكوندو، بطوله مصارعه، بطوله سكواش، بطوله كوره، بطوله هاندبول، بطوله سباحه، بطوله يعني كل البطولات موجوده. عايز اشوف بطوله كبيره. وهنا ما شاء الله الفنادق موجوده والامكانيات موجوده طبعا يا فندم. احنا ان شاء الله على القريب يعني احنا عندنا